في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن مشكلة تغير لون البول عند الحامل. ما هي علاقة لون البول بالحمل؟ وما هي أسباب تغير لون البول أثناء الحمل؟ وما هو العلاج؟ ومتى يمكن مراجعة الطبيب؟ وما هو لون البول الطبيعي؟ تابعونا للنهاية. قد تعاني المرأة الحامل من ظهور العديد من الأعراض خلال الحمل، من أهمها البول المتكرر، وقد تلاحظ تغيرا في لون البول. فعلى ماذا يدل ذلك؟ يعتمد تغير لون البول أثناء الحمل على العديد من العوامل، بما في ذلك النظام الغذائي أو الأدوية أو شرب المياه. وقد يدل تغير لونه أثناء الحمل على الإصابة بمرض، إذ ينتج تغير لون البول بسبب صبغة يوروكروم، وهي مادة تنتج من التحلل النهائي للهيموغلوبين. وهناك العديد من الأسباب التي تغير لون البول أثناء الحمل، ومن أهمها الآتي: أولا الجفاف، وهو من الأسباب الشائعة التي تسبب تغير في لون البول أثناء الحمل. فقد تلاحظ الحامل تغير لون البول إلى اللون الأصفر الغامق، هذا بسبب انخفاض السوائل في الجسم الناتج من الغثيان والاستفراغ في المراحل الأولى من الحمل. ويجرى علاج المصاب بالجفاف عند الحامل من خلال اتباع الآتي: أولا شرب كميات كافية من المياه والمشروبات التي تحتوي على الماء، بما في ذلك شاي الأعشاب والعصائر الطازجة والقهوة الخالية من الكافيين والحليب والشربات، إذ ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا. ثانيا حالات الجفاف الشديدة قد توجب تعويض السوائل في الجسم من خلال إعطاء السوائل عن طريق الوريد، وربما تحتاج بعض الحوامل إلى البقاء بضعة أيام في المستشفى. ثانيا النظام الغذائي، قد يسبب النظام الغذائي الذي يتناول فيه الشخص كميات كبيرة من السبانخ والشمندر، وهي من الفاكهة التي تغير لون البول، لكن قد لا يدل ذلك على وجود حالة خطيرة، وينصح في هذه الحالة بالتقليل من كميات هذه الأطعمة. ثالثا التهاب المسالك البولية، ويعد هذا الالتهاب شائعا بين الحوامل، ويصبح لون بول الحامل فاتحا نتيجة التهابات قد تشمل المثانة والحالب والإحليل والكلى. وقد تشعر الحامل بعوارض تشمل الشعور بحرقة أسفل البطن والتبول المتكرر، إضافة إلى ذلك وجود بول مصحوب بالدم والمخاط. أما علاج الحوامل من التهاب المسالك البولية فيشمل الآتي: أولا شرب كميات كافية من السوائل، ثانيا تجنب استخدام غسول الجسم أو الصابون القاسي على المنطقة الحساسة، ثالثا إفراغ المثانة بشكل كامل خاصة قبل العلاقة الزوجية وبعدها، رابعا تجنب استخدام العطور على المنطقة الحساسة، خامسا ارتداء الملابس الداخلية القطنية، سادسا العلاج بالأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الوريد، وذلك تحت إشراف الطبيب. رابعا حصى الكلى، وهي من الحالات النادرة التي تصيب الحامل والتي يصبح فيها البول بالدم، إلى جانب الشعور بالغثيان والاستفراغ وآلام شديدة في المعدة. ويعالج الطبيب المرأة الحامل من حصى الكلى من خلال الآتي: أولا الراحة التامة، ثانيا تناول أدوية مسكنات الآلام التي يوصي بها الطبيب، ثالثا شرب كميات كافية من السوائل، رابعا التدخل الجراحي، ذلك من خلال تفتيت الحصى في حال كان حجمها كبيرا. السبب الخامس من أسباب تغير لون البول عند الحامل: مكملات ما قبل الولادة. قد تسبب تناول المكملات والفيتامينات أثناء الحمل وجود بول داكن، أما تناولها بشكل مفرط فقد يسبب وجود دم في البول. سادسا البول الدموي أو وجود دم في البول، وهي حالة تسبب وجود بول بني داكن اللون يصاحبه الدم بسبب حصى الكلى أو العدوى أو وجود ورم
أو تناول أدوية مميعات الدم أو أمراض التمثيل الغذائي. أما علاج هذه الحالة فيعتمد على المسبب وشدة الحالة، ويجب مراجعة الطبيب في حال وجود أي من العوارض الآتية: أولاً، ألم أثناء التبول؛ ثانياً، التغير المستمر للون في البول؛ ثالثاً، وجود دم مع البول؛ رابعاً، كثرة التبول. في هذه الحالة قد يتطلب إجراء فحوصات بما في ذلك فحص البول لفحص كريات الدم الحمراء والبيضاء والبروتين أو أي بكتيريا تدل على وجود حالة مرضية، ويجرى فحص الدم لقياس مستويات إنزيمات الكبد أو وظائف الكبد. إن لون البول الطبيعي في الجسم يجب أن يتراوح لونه ما بين الأصفر الباهت والكهرماني الغامق، إذ يعتمد لون البول على مدى شرب الشخص للماء، فالأصفر الباهت يدل على شرب كميات كافية من الماء، أما اللون الكهرماني الغامق فيدل على الجفاف أو عدم شرب كميات كافية من الماء.